أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على مدى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كأحد المتطلبات الأساسية لنجاح أي نموذج اجتماعي واقتصادي فاعل يرمي إلى تحقيق التنمية الشاملة. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه أمام الدورة 98 للجنة التنمية باسم المجموعة العربية والمالديف التي تمثلها مملكة البحرين في اللجنة، وذلك في إطار مشاركته في اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا. وأشار معالي الشيخ أحمد بن محمد إلى أن توافر الطاقات البشرية المجهزة بالمهارات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية يتطلب استثمارات ذكية وتركيزا خاصا على الرعاية الصحية عالية الجودة والتعليم والتعلم المستمر، معربا عن دعم مبادرة مجموعة البنك الدولي مشروع رأس المال البشري، وما أكد عليه رئيس هذه المجموعة من مدى أهمية رأس المال البشري للشعوب والاقتصادات والمجتمعات والاستقرار العالمي بوجه عام. ونوه الوزير في البيان بمشروع مجموعة البنك الدولي حول رأس المال البشري باعتباره نقطة انطلاق لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري، وأعرب كذلك عن دعم مؤشر رأس المال البشري الذي يقيس مدى إسهام رأس المال البشري في إنتاجية الجيل القادم، وأشار إلى أن استخدام 60% من سكان المنطقة للهواتف المحمولة يجعل من التكنولوجيا المالية فرصة هامة لتعزيز نفاذ المستهلكين إلى الخدمات المالية ومواجهة التحديات المتعلقة بمد مظلة هذه الخدمات. كما أعرب الوزير في البيان عن ترحيب المجموعة العربية بالاهتمام الذي توليه مجموعة البنك الدولي لموضوع التقنيات الحديثة التي من شأنها تغيير النسق السائد للمسارات التنموية التقليدية، الأمر الذي يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من رأس المال البشري وتهيئة فرص العمل المناسبة واستغلال الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية.